طب ها وبعدين هلعب انا امتى؟ ما تخلص يا عم كريستيانو اهو يا اهو يا ابني ولا طب لما اعملها لك كده لا 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 يلا تعبان يا ايه ده ايه ايه يا بس في ايه ايه ده ايه ده مش عارف هلا بولس بس اول مره اشوف حاجه زي كده ايه ده ايه ده ايه يا بس ده يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ايه ده في ايه يا حاج في ايه يا عيال ايه ده مش عارف يا حاج مش عارف العيال دول فين يا عيال يا عيال اعزائي المشاهدين خبر هام اكيد يا حاج هيتكلموا على اللي حصل النهارده اسمحوا بقى خلينا نسمع بقى الهيئه العامه للبراكين والزلازل ان احتمال حدوث زلزال عام قريب فلذلك عليكم توخي الحذر وعدم النزول من المنازل الا للاهميه القصوى وسنوفيكم بالجديد ايه ده باسم باسم هو ده ممكن يكون بسبب اللي احنا شفناه الصبح مش عارف يا بولس ممكن استنى نعرف دلوقتي يا حلاوه سامعين كلكم مفيش حد هيخرج بره البيت لحد ما نشوف اللي حصل ده ربنا يستر بقى ما تبقاش مصيبه بقى عليكم توخي الحذر وعدم النزول من المنازل الا للاهميه القصوى وسنوفيكم بالجديد ايه ده؟ ايه ده؟ انا على اسمي الكلام ده بجد ده الحقيقي ولا انا دماغي لسه جواها الفيلم مين ده؟ كله جاهز الاسلحة الضحكة بتاعته لا انا لازم اشوف فيه ايه احي دي هتبقى مجزرة يا نهار اسود المكان كله ملغم وانت عاوز ايه؟ بجمع رجاله كتير هحتل الارض من اول وجديد طب واحنا ايه اللي يخصنا؟ ونقف جنبك ليه؟ هيبقى ليك نصيب كبير في كل حاجه هتعملها فلوس، اسلحه، رجاله، كل حاجه ده زاد انك هتبقى دراع اليمين زاد ان انت بتعمل حاجه على الضيق بس المره دي هنبقى اوسع ونبقى معروفين قلت ايه؟ حلو ده موافق معاك برجالتي كلها عايزنا نبدا امتى؟ اول حاجه لازم نعملها لازم نعمل ضجه كبيره في البلد نحل وسائل الاعلام كلها بتتكلم علينا تلفزيون راديو اي حاجه تتكلم علينا عشان الناس كلها تعرف ان احنا بنهزر واي عصابه نعرف نستولى عليها اوبا حلو ده معاك برجالتي كلها حلو ده كله جاهز يبقى يلا بينا ايه اللي بيحصل ده؟ لازم ارد على الواد باسم الو الو ايه يا زميلي عامل ايه الحق يا زميلي بسرعه ده في حوارات والدنيا هتبقى خربانه الايام الجايه ايه اللي بيحصل تاني اكتر من اللي بيحصل في التلفزيون والدنيا خربانه عليه ده اه اللي انت بتتكلم عليه بقى ده هو ده السبب بقى يا زميلي ده لسه اللي جاي ايام خراب انت عارف بقى يا زميلي ايه السبب في كل اللي بيحصل ده ايه الجوكر يا صاحبي الجوكر ظهر على الارض يا زميلي دخل على العصابه كلها خلص عليه يا زميلي وبقت كلها معاه وعمال يلم عصابات لو خد عندك كمان بعد كل ده قمت واقع من على السرير وصحيت من النوم ما انا قلت لك يا زميلي كذا مره وانت نايم ابقى غطيها ايه ده يا زميلي ايه يا صاحبي ايه انت فاكرني بهزر معاك طب يا عم ماشي خد عندك بقى الخطه بتاعتهم بقى بيقول لك هيعملوا سرقه بقى يا معلم وجرائم قتل والدنيا تبقى خربانه لما تلاقي بقى جرائم كتير تكتر الايام الجايه على التلفزيون هتعرف ان انا كلامي صح يا زميلي روح ابص حاجه شوف انت رايح فين روح يا عم شكر مين يا عم سلام يا عم سلام
الجوكر ايه؟ ده نايس يقول لي باتمان نازل من على السما علينا، هو فاكر نفسنا قاعدين في مارفل؟ أعزائي المواطنون، خبر هام وعاجل. انتشر في صباح هذا اليوم حوادث سرقة للسيارات وللعقارات، كما انتشرت حوادث الخطف في منتصف النهار. وهناك بعض الشائعات أن ما يحدث هذا اليوم بسبب الهزة الأرضية التي حدثت في الأمس، ولكن كل هذه الشائعات عارة من الصحة تماما. فعليكم الآن أعزائي المواطنون توخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى، وسنوافيكم بالجديد. هو في أي حاجة؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. نهار أسود، يعني الواد ده طلع بيتكلم بجد؟ هو في إيه؟ لا لا لا، مفيش حد، مفيش. الواد ده اتجنن ولا ايه؟ الو يا ابو الصحاب، ايه الحيالة؟ انت الحوار طلع بجد ولا ايه؟ يا اختي يا زميلي، فكرتني بحور عليك. ها طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا هقول لك، مش انت بتقول لي تعرف مكانهم؟ حلو الكلام، اطلع قابلني بره على اول الشارع وانا هقول لك هنعمل ايه. يلا دلوقتي. يلا يا عم. انتشر في صباح هذا اليوم حوادث سرقة للسيارات وللعقارات، كما انتشرت حوادث الخطف في منتصف النهار. وهناك بعض الشائعات أن ما يحدث هذا اليوم بسبب الهزة الأرضية التي حدثت في الأمس، ولكن كل هذه الشائعات عارة من الصحة تماما. فعليكم الآن أعزائي المواطنون توخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى، وسنوافيكم بالجديد. مع إشارتي. ها مكانك انت مين؟ ازاي ما تعرفنيش والكل بيتكلم عن اللي بعمله؟ هو انت؟ جيب برجلك. يلا يا رجاله موتوه يا رجاله. اثبت مكانك. ايه رايك؟ اسمع كلامه ومعاه هنبقى في حته ثانيه، بس افهم الاول. مهمتنا الاولى ان احنا لازم نقضي على واحد هو اللي هيقف قدامنا. هو مين؟ هتعرفه قريب قوي، بس لازم كلكم تبقوا جاهزين عشان ممكن يجي في اي وقت. يا ابني احنا ماشيين في الشارع بقالنا ساعه، الله يخرب بيتك، هم فين دول؟ اهدى بقى يا زميلي بقى، اهدى بقى يا عم بقى، احنا بالليل مش الصبح يا عم. مش شايف كويس يا عم، يصبر بقى. الحق يا زميلي الحق، بص كده احي ده الجوكر بجد. يلا ايه ده؟ بس ده قاعد لوحده يا زميلي، امال فين العيال اللي انت قلت لي معاه وعصابات ومش عارف فين دول؟ صح، مش عارف. طب بقول لك ايه، ما تيجي نخش عليه. تعبيت يا زميلي، نخش على مين يا زميلي؟
بقول لك شفته بعينيا دول خلص على العصابه لوحده، هيمسك احنا عيلين هيتيا كده هيعملهم كوره. يا عم اسمع مني ده لوحده، تعال بس اسمع الكلام. تعال الله يخرب بيتك يا عم. يا عم خد في ايه يا عم؟ توعى ايه ده؟ ايه يا عم في ايه؟ الله يخرب بيتك، لو كان اقف اشوف. دلوقتي عجبك كده؟ دلوقتي عجبك كده يا عم؟ قعدت اقول لك بلاش بلاش، عامل لي فيها بطل ونخش عليه. الحمد لله على السلامة. اهو وزن اهو. انت في ايه؟ انت في ايه؟ باتمان؟ باتمان؟ اتأخرت ليه؟ انا مش قلت لك ما تجيش هنا تاني؟ المرة دي هموتك. كنت مستنيك. بس المرة دي مش لوحدي. جاهز؟ ها انت جاهز؟